العلم الشرعي من دخل فيه ليس هناك نصف، إما علو يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة، وإما سفل. أول من تسعر بهم النار ثلاثة كما عند مسلم، من بينهم قرأ ليقال قارئ وعالم. فإذا كان هذا الأمر نصب عينيه عرف نفسه أنه ضعيف، وأنه يخشى على نفسه أن يدخل النار قبل أن يدخلها غيره. فإذا وصل إلى مرتبة التواضع إذا به يقول كما تقول الملائكة: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. لم يقول: نحن والله ملائكة وأفضل من آدم، لا، بخلاف إبليس. ولذلك لا ينتقص قدر العلماء الكبار، أو أنه لا ينهج منهجا مخالفا لهم، أو أنه يرى نفسه أنه قد وصل، إلا وبه خبث في نفسه. لما؟ لأن به شبه من حيث الصورة في بعض الصفات شبه بإبليس، لأنه يرى أن له قدرا وأن له مكانة.